كما كيعرف الجميع التنقل ديال نهضة بركان الى دول الجزائر من اجل اجراء نصف كاس الكونفدراليه الافريقيه وفق قواعد حيت نصلح الفصلح الفوق رحيم موراه موراه تفاجئنا الوصول كما عرف الجميع بممارسات اللي هي غير مقبوله وغير قابله للنقاش ومحسوم في الامر ديالها. وهذا الاهم في هذا الشيء هذا كامل هو التضامن والمواكبه ديال الشعب المغربي من طنجه للبويضه. مشكورين اللي عطانا حافز اللي هو حافز كبير وشجعنا والله يخلي لنا ملكنا وطننا وشعبنا. وكان تفوتني المناسبه باش نشكر جميع الملكين المغربيين لكره القدم، شخص رئيسها السي فوزي القجع اللي تبع معنا وواكبنا وعطانا توجيهات اللي تصب في مصلحه بلادنا ومصلحه كره القدم الوطنيه. وشكرا.